حتى للخمسة. نحكيه على استعداد الأندية التونسية لعودة البطولة نهاية الأسبوع هذا. نحكيه على هلال الشاب، معنا بالتليفون المدرب توفيق زعبوب، نحكيه معاه على استعداد الفريق لعودة البطولة. سي توفيق أهلا بيك. مساء الخير اسلام، مساء الخير لكل مستمعي اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا كوتش. دونك حاضر الهلال ان شاء الله؟ واو، نجم نقولوا حاضر رغم اللي قلت المباريات الودية، ولكن احنا من الفرق اللي بدينا بكري، بدينا يوم 27 ماي بدينا التحضيرات، عملنا ليتا دو ليو بعد الكونفينمون وشفنا الاولاد وين وصلوا، نقاهم ما قطروش، عملوا با حلوه برشا، ما لقيناش اكسي دو بوا، ما لقيناش اكسي دو غريف. وبعد بدينا في التحضيرات نتاعنا بشوي بشوي، عملنا مالا فترتين، عملنا اون بريباراسيون فيزيك ادابتي للبيريود هذيك، وبعد دخلنا في لي ماتش اميكو. دونك لعبنا مع المتلوي، عملنا ماتش نول في الشاب، بعد مشينا لسوس لعبنا مع النجم الرياضي الساحلي، عملنا 2-2، جانا النجم الساحلي للشاب عملنا 3-3، ومشينا لصفاقس نهار السبت خسرنا 1-1. دونك نصور اللي دورنا ليفيكتيف سي لو بلوز امبورتون، ماك تعرف اللي سلام اللي معنا الشامبيونان هذه ولا الميني شامبيونان مش تلعب في ظرف شهر وعشر ايام. دونك الريتم انفرنال مع السخانه مع عدة ظروف، دونك لازمنا نعرفوا مع اللاعبين اللي عندهم مده ما لعبوش برسك سون كومبيتيسيون دوبوي 4 موا، دونك لازمنا ليفيكتيف يكونوا كلهم رودي وكلهم حاضرين. دونك هكا علاش انا خيرنا انه ندوروا ليفيكتيف ومش نحضروا ل 22 23 جوار نتاعنا يكونوا كلهم افت اجوي. قلت لي رغم قله المقابلات الوديه، علاش ما بتشوش في مقابلات وديه؟ والله هو شوف انا بريفيو من 5 ماتش من قبل، قلنا لما ندخلوا للمباريات الوديه لما يكونوا اللاعبين تاعنا حاضرين فيزيكمون بور ايفيتي لي بليسور بور ايفيتي معنا الريسك. ولكن بون لو سول ماتش اللي معنا انيولي هو ساتونيزيان اللي مالوريزمون كانوا بريفيو مش يجيو بحذانا ولا احنا نشوف بحذاهم السوسه، ولكن ايزو انيولي لو ماتش من طرفهم هما. علاش؟ دونك قعدنا هذاك بون ايزو شوازي مش يلعبوا مع نوتر كلوب، بعد ما عطاونا الكلمه وجاتنا لوكي من طرفهم هما بايميل بعثوا لنا للجمعيه، ولكن ودرني مومون ايزون روفيزي بون شو نعملوا لغد. دونك انا ايسي دو روميدي مي ترو تار، انا قبل 24 ساعه مش دبر جمعيه اخرى الناس الكل مبرمجه مالوريزمون، مي ليسونسيال سيكو لعبنا مع دي زيكيب مع ايطوال لي روتور مع سي اس اس مع المتلوي، دونك لعبنا مع دي كاليبر باهيين اللي خلونا نشوفوا ليفيكتيف نتاعنا ونشوفوا الاولاد وين وصلوا في النيفو، مش نشوفوا دونك ليكيب تيب اللي مش تكون حاضره ان شاء الله لو دو اوت دات نتاع الريبريز نتاعنا. اكيد اكيد ما حاضره في اذهانكم التشكيله نتصور. بيان سور بيان سور، لا عندنا ابوبري شكون الاولاد اللي مش يكونوا ان شاء الله حاضرين، مي زاد كيف كيف الناس كل موتيفي والناس كل تو مش تحرك على بلايصها، الاولاد الكل برسكو ميم نيفو قاعدين نخدموا في رغم الظروف اللي مرينا بها في الكونفينمون، ولكن توا بريز دو كونسيونس كبيره مش نكملوا العشره ماتشات هذوما في ظروف باهيه، نحسنوا الكلاسمون تاعنا ونحاولوا معناها الرومارك الهايله اللي معناها في الماتشات اميكو معناها قاعدين نسجلوا وزاد كيف كيف قاعدين نقبلوا. دونك المفارقه هنا اللي قبل ما كناش نسجلوا برشا اهداف، ولكن زاد كيف كيف دفاعيا كنا نقبلوا برشا اهداف، فحاولنا باش نعالجوا الامور هذه، ومازالت لنا اون سومان ان شاء الله باش نريكتيفي لو تير في الكوتي ديفونسيف، اما القدام ما شاء الله قاعدين نسجلوا، هذه الحاجه الايجابيه اللي كنا على الاقل كنا متقلقين منها نوعا ما، ولكن برجوع حميه المهاجم الجزائري، برجوع جيلان عبد السلام، برجوع معمر زاد اللي قاعد يسجل في المباريات الوديه، برجوع زاد جلوديس اللاعب الكونغولي، معناها صراحة تو عندنا شوا واللاعبين الكل في الاتاك حاضرين. الهلال كان في كورة باهية برشا قبل ما توقف الشامبيونا. التوقف هذا نجم يقلقكم شوية، نجم نلقاو الهلال في نفس المستوى ولا صعيب ولا شنو تتوقعوا أنتم؟ والله شوف اسلام، هي تو بارافور على الكلوب الكل مش تلقى تفاوت، حتى اللي كان ما شاء الله كان ماشي في ثنية باهية قبل الكونفينمون، توا مع لاري ومع المشاكل نتاع الملاعبيه مع نواديهم ومع اللي جا اللي رجعوا متاخرين ومن الملاعبيه اللي متغششين مش تلقاها بو بارتو في الكلوب الكل. الحمد لله احنا لا الاداره نتاعنا كانت واقفه مع الملاعبيه وكانوا معناها صراحه سي توفيق المكشر وال ما خلاهمش ناقصين حتى شيء، وفر لهم كل ظروف النجاح، دونك يعني با ما فماش علاش. دونك نتصور اللي من الناحيه المعنويه ومن الناحيه الماديه الاولاد
كما تقول انت مرتاحين. ريست سور التيران سي اوتر شوز، ينجم سور ماتش و ديبي سافا تيتر ان بو ديفيسيل بور لي كلوب الكل. ابري 4 موا ما تعرف لو ريتم تاع الكومبيتيسيون، تحب له 2 3 ماتش مش الواحد يرجع للريتم تاع الماتش هذا. دونك بوتيتر مش تلقى سوربريز، مش تلقى دي كلوب اللي كانوا طالعين مش عارفوا في المستوى، بوتيتر مش تلقى دي كلوب اللي كانوا زاد كيف كيف اونتيكا لوتا مش تلقاهم اذا كانت عداوا معنا يدارين امورهم ريقله والكل مش تلقاهم يعملوا خاطر تو ديبون من اللاعبيه. اللاعبيه اذا كان الاذهان نتاعهم في الكوره ومش يحسنوا من مستواهم مش يعديوا لي ماتش هذوما دون ديبون كونديسيون اي سورتو فيزيكمون، خاطر ماك تعرف الانتونسيتي تتطلب انك تكون جاهز ما كانش راك تلعب ماتش اثنين وبعد تطيح. دونك اذا كان الكلوب هذوما حاضرين مش تلقى نيفو اخر، اذا كان تلقى الكلوب الكل بلان دو بروبليم ولي ميور جوار اللي فيهم هما اللي فيهم الضوء معناها اون ديزاكور مع الاداره نتاعهم، لا تي فا تروفي معناها ان اوتر شامبيونا ومش تلقى نيفو وكره اخرى. مادام جبت الموضوع هذا سي توفيق، انتم شنو وضعيتكم؟ العباد وفي عقودهم في جوان باش يكملوا اتفقتوا معاهم ولا كيفاش؟ اه وي 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 لا اتفقنا معاهم وهما بيدهم راغبين باش يكملوا معنا. ما عنديش برشا يعني عندي 3 جوار اللي جدوا توت سويت ولقاو روحهم مرتاحين اللي هما شكون؟ بروغريسي وهذاك الحاجه الباهيه وتفاهمنا معاهم باش يكملوا معنا. اللي هما شكون؟ معناش ملاعبيه اللي جدد عام ويمشي. شكون الملاعبيه هذوما سي توفيق؟ عندك نديم بن ثابت الحارس، عندك سعد دحنوز زاد كيف كيف، وعندك معمر لافون سونتر نتاعنا الكل جدوا فريمون دون ملكة. ملكة هدف مزيان برشا في مقابلة الودية. نعم ملكة هدف مزيان برشا قلت في المقابلة الودية الأخرى ظهر لي مع سبيرتوس ولا ليتوال حاجة صراحة. إلا باسي بور موفيز باس في اللي صراحة ما لعبش برشا وتوا قاعدين نخدموا معاه انديفيدويلمون وقاعد ولد نحكيو معاه برشا وقريب لي دونك حاولت مش معناها ما نضيع الثقة ماك تعرف لافون سونتر لا بزوان دو ماركي دي بوت مش ترجع له ثقة وهذيك الحاجة اللي معمر قاعد يخدم في البريود هذه يخدم في الكونفينمون زاد كيف كيف في القروان نتبع فيه نتبع في لي فيديو نتاعو وإلى روبري وقاعد يمركي وعطينا الثقة نتاعو دونك إلي تون تران دو بروغريسي الوليد هذا وان شاء الله عنده اوبجيكتيف يحب يسجل اكثر اهداف ممكنه ويحب يحسن مستواه وان شاء الله ربي يوفقه. والاوبجيكتيف نتاعكم انتم شنو اللي حطيتوه في المرحله هذه؟ والله اسلام احنا الاوبجيكتيف من الاول الشامبيونان ما تبدلش معناها هو نحاولوا مش ديما وغاني دي بوان ونحاولوا نقربوا اكثر للبلتون للفوق. مي جاتنا كي تور دو فرانس بعد ساعات ماك تعرف تلقى المونتاني وبعد تلقى البلان وبعد تلقى دي زوبستاكل دي دودان كيما الناس كل تتعدى بها كيما الكلوب الكل، مي توا كي العاده الاوبجيكتيف هو معنا اونشيني لي ماتش اللي سوا دوميسيل اللي اون فاغاني دي بوان دوميسيل والبرا زاد كيف كيف اون فايسي دو رونتري افيك دي بوان باش نحاولوا نزيدوا نقربوا اكثر للتابلو الفوق وزيد ما تنساش اللي احنا كلفيه في الكارتو فينال دونك زاد عندنا الاوبجيكتيف انه نحاولوا نمشيو بعيد في الكوب دو تونيزي سي ان شالونج بالنسبه للكلوب اول سنه عنده في الناسيونال دونك علاش لا مش نكونوا نعديو اون سيزون اكسبسيونيل وتكون لنا هذيك ديجا بدايه باش الواحد يزيد يثبت اقدامه ويزيد يحاول يطمح اكثر في المستقبل. بصراحه كوتش تطمحوا لمسابقه افريقيه ولا جوست مانتيان كما نقولوا مريح وكهو؟ والله يا سلام شوف الكره راهو كل شيء جايز. شوف في توتنهام وين كانت تو دخلت لاوروبا ليغ معناها فما تلقى دي سوربريز تلقى مي احنا نلعبوا ونجتهدوا ونحاولوا مش نسجلوا الاهداف اللي معناها رسمناها في اذان الملاعبيه والملاعبيه سون موتيفي هذيك الحاجه الباهيه اللي معناها دونك لي جوار زون اوبجيكتيف وتحسهم موتيفي يحبوا يوصلوا لحاجه سي كو سي ان بون سيني ونحاولوا علاش لا بوركو با اون فايسي داريفي ناخذوا ماتش بار ماتش وبعد ديكونت فينال يجي في الاخر دونك نصور اللي ما احناش مش نبعدوا على الاوبجيكتيف نتاعنا اون فا با روغاردي فور تروفيزور بالعكس انا نغزروا ديما لقدام. نكمل معاك اخر سؤال سي توفيق مشكور قال لي وقفت لنا من الكياس انت اي وي جاي من سوسه وماشي الشاب راجعين خاطر عطينا جور دو روبو دونك راجع وحب نشكر اللي حط الغناء والله يعطيه الصحه ونسني بالغناء سولي كي شوازي لي شونسون تبارك الله عليه انيس الجويني يعطيه الصحه زميلنا. باهي كوتش اخر سؤال ظهر لي هلال الشاب ظهر لي الناس كل يوم تحكي على العلاقه بين الرئيس والجامعه وفما حتى كلام على التحكيم انتم حاطين العامل هذا في مخاخ الملاعبيه باش يركزوا فقط على المقابلات فما تخوفات من جانب هذا والا لا؟ لا سام شوف اني بصراحه نحكي مع اللاعبين برشا بحكم قربي ليهم وبحكم زاد اللغه وكل شيء. راهو شوف الامور الاداريه عند الاداره وعند سي توفيق وعند المسؤولين، بالنسبه للكوره راهو سون ديكونيكتي كومبليتمون، حاولت نبعدهم كومبليتمون اهمهم
وهمنا هو نخدم على رواحنا نجتهد ونحاول نسجل هدف نسجل الثاني ونبعد على حكاية هالتحكيم سينو فاتتر بيرتوربي مش نقعدوا عايشين بالفيسبوك وعايشين بالجرائد تحكي وعايشين باللي كونفلي وكل راو باللي يكون راو مش يشتت أذان مي دونك احنا في الشابة نخدموا دوسور ونخدموا بريمون كونفينمون يعني رايزين ما غير شوشترة ما غير مشاكل سارك الدكليك بتاع ماتش شرب أفريكان والحكم ربي يهديه وظلمنا والكل بون سي 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 دو باسي الإدارة اللي هي اللي مسؤولة على الأمور الإدارية وإحنا أخويا دورنا هو الكورة والملعبية والتربية والأداء واحترام المنافس وهذاك هو الأوبجيكتيف ما ننجحوا كده بالطريقة هذه هم فبا إذا كان باش ندخل في الليميك ماكره وكورتنا مالوروزمون هك تشوف توا دي سيزون وإحنا ما طلعنا حتى ملاعبي ما بعث ما شكون من الملاعبية اللي قاعدين نشوفوا فيهم قاعدين ينتدبوا فيهم الفرق الأوروبية تزاير هربت بينا المرحلة هربوا فينا إحنا مالوروزمون قعدنا لهين في أمور أخرى وخلنا نرجع نخدمه خلينا في التيران وخلي المسؤولين يتلاقوا بالأمور الأخرى من إحنا وندوا أنا أخويا الجنراسيونات الجاية هذه على الأقل يزمهم يخدموا بالكده بالكده مش على الأقل كورتنا نشوفوا كرة أخرى ونشوفوا أمبيونس أخرى والناس ترجع مغرومة بالكورة وترجع مغرومة تشوف معنا حتى ستار توا 2020 مش معقول بصراحة صحيح أعطيك صحة شكرا لك سي توفيق نخليك معنا في الأخر كان عندك مساج جمهور شاب ولا حتى جمهور بصفة عامة وي بالنسبة للجمهور الشاب بصراحة نحب نشكره اللي مالغريك ديما يتبع ويجي ويحضر ويشجع فينا سواء البرة ولا الداخل نقول له عندك كان رجال نقول لهم عندكم ثقة كبيرة انتم في جمعيتكم وإحنا تذا كيف كيف عندنا ثقة فيهم مش يقفوا معنا ومسلمين هما ويشجعوا كان فريقهم دونك نقول لهم إن شاء الله يواصلوا هكا ومساج للناس الكل إن شاء الله تتعدى هالعشر ماتشات في ظروف باهية لأنه قاعد نسمع في اللي ماتشا ميكو فما شوية مشاكل لأنبو ما إن شاء الله ما يتأثرش هذا على بعض سر قل أنت بدأت على بكري يا بدأت على بكري بور مني بور ريان دي تو دونك الكلوب والإتوالة أو جي اس كا والستاد وصمعت القروين والبولا دونك هذا الكل ما يشجعش يا أسلام دونك أنا نتمنى إن شاء الله يخليوا الكورة للكوارجية والسورتيران يستخدم على رواحها والريزولتا كل انسان يخدم راهو مش يجي نهار ومش كل عمل نتاعو مش ينتج ثمره دونك نتصور اللي ونا بزوان دي في العشرة ماتشات هذوما اللي مش يكونوا بوتيتر معنا رولونس بور لو فوتبول وخاطر بعد اون فونشيني زاد كيف كيف بالشامبيونان دو نوفو بعد اون تريف صغيره فنتصور اللي ان شاء الله نتمنى وبوتيتر ويتنسي ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك توفيق زعبوب وان شاء الله تواصل